بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ الأمين العام المحترم، الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني، الإخوة والأخوات رجال ونساء الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسنة هجرية مباركة على الجميع. أهدى الله علينا وعلى بلدنا وملكنا وشعبنا وأمتنا والعالم أجمع بالخير والأمن واليمن والبركة. بداية أرحب بالإخوة والأخوات أعضاء المجلس جميعا، وأخص بالذكر الذين واللواتي التحقوا بنا بعد إجراء المسلسل التنظيمي للحزب من أعضاء بالصفة. أيها الإخوة والأخوات، نجتمع اليوم في هذه الدورة الاستثنائية لمجلسنا الوطني طبقا لأحكام المادة 28 من نظامنا الأساسي. نجتمع تحت سقف بيتنا المشترك لنتداول ونناقش ونقرر بحرية ومسؤولية واستقلالية في أداء حزبنا بما يساهم في تكوين وتجويد أدائه والقيام بدوره كاملا كحزب وطني له مكانته المعتبرة والمتميزة في المشهد السياسي، وبما شكل ويشكل من أمل للوطن وللمواطنين. نجتمع اليوم بعد أول دورة عالية كانت لنا في يناير الماضي بعد مؤتمرنا الوطني الناجح في دجنبر من السنة الماضية. نجتمع وبلدنا عاشت بين الدورتين على إيقاع تفاعلات لا تكاد تتوقف في مختلف المستويات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية. هذه التفاعلات المتلاحقة التي تأتي في ظل تنامي ديناميات واسعة على مستوى الوعي الوطني الجماعي من خلال انخراط مباشر للمجتمع في إنتاجها ومحاولة توجيه مساراتها، وهو ما تجلى في الاحتجاجات الاجتماعية بالحسيمة وزاكورة وجرادة وغيرها، وكذا في إنتاج أشكال جديدة للفعل الجماعي تمثلت في مقاطعة مجموعة من المنتوجات بعينها في محاولة لإرسال رسائل بدلالات ينبغي الوقوف عندها وقراءتها واستخلاص دروسها. وإذا كانت هذه التفاعلات والحركات الاحتجاجية تعبر في وجهها الإيجابي عن استمرار نفس الحرية والديمقراطية الذي عرفته بلادنا منذ سنوات وزاد زخماً منذ 2011 وطبع كل الاستحقاقات الشعبية التي أثبتت تشبث الشعب المغربي بحقه في اختيار ممثليه والتعبير بحرية عن انتظاراته وأماله، فهي في نفس الوقت تعبر في وجهها الآخر عن نمو الانتظارية وفقدان الثقة في التدبير المؤسساتي لمعالجة المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية الملحة وضمور دور الأحزاب السياسية والفعاليات الاجتماعية الأخرى في استباق وتلقي هذه المطالب والتعبير عنها بالقوة اللازمة داخل المؤسسات وفي تفاعل مباشر مع المواطنين والمواطنات. وهي مناسبة لنسجل باعتزاز وبارتياح كبيرين ما عرفه صيف هذه المناسبة هذه السنة بمناسبة الأعياد الوطنية من فراغ وما حملته من أمل وارتياح المبادرة الحكيمة لجلالة الملك بالعفو عن عدد من المعتقلين في إطار أحداث الحسيمة وكذا في ملف السلفية الجهادية. ونتمنى أن تتواصل هذه المبادرات الإيجابية والشجاعة للطي النهائي لهذا الملف وتجاوز مخلفاته ومواصلة بلادنا بذلك لترسيخ دولة الحقوق والحريات وتكريس منهجيتها في المعالجة الرصينة والحكيمة والمندمجة للملفات والانتظارات والاحتجاجات الاجتماعية ودعم واستعادة الثقة والأمل اللازمين لكل عملية تنموية مدمجة وعادلة. أيها الإخوة والأخوات، نجتمع كذلك في ظل استمرار نقاش وحوار داخلي كبير وحيوي حول موقع الحزب وأدائه ومواقفه واختياراته وتفاعله مع مختلف الأحداث ومقاربته للشأن العام من مختلف المواقع
حكومة وبرلمانا وجماعات ترابية ومؤسسات حزبية، مما يتطلب منا جميعا بلورة قراءة واعية وجماعية للواقع السياسي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، واستعادة الثقة والمبادرة في حزبنا وأدائه باعتباره بدون منازع القوة السياسية الأولى، مما يجعل على عاتقه مسؤولية المساهمة القوية في تأطير النقاش العمومي وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية والتنموية الحقيقية في مواجهة تنامي خطاب التيئيس والركون إلى الانتظارية، والذي منه ما يحاول جاهداً تكريس أطروحة أفول الحزب ومحاولة إقرارها لدى المناضلين والمتعاطفين وعموم المواطنين في إطار حرب نفسية مدروسة ضد العمل السياسي والحزبي الشريف. نجتمع اليوم في ظل الحاجة الماسة والملحة إلى تفعيل التواصل المتواصل بين قيادة الحزب وأعضائه ومناضليه في إطار وتحت سقف مؤسسات الحزب، وبمنهاج مرجعيته لشحذ الهمم واستعادة المبادرة وتقريب المسافة واتخاذ القرارات والمواقف المطلوبة بشكل جماعي والإنصات الجدي لكل الآراء والانتقادات وتبادل المعطيات وتقدير المواقف والتعريف بالمنجزات وبالإكراهات والتفاعل الناضج والجماعي مع كل هذا بمنطق الفهم والتحليل الرصين والتفاعل اللازم والواعي والمسؤول، والاتفاق على آليات ناجعة لمواصلة النقاش واستيعاب دينامية الانتقاد الداخلي وتوجيهها نحو البناء والنضال الديمقراطي وتحقيق الكرامة والتنمية للمواطنين. لقد عاش وتفاعل مناضل حزب العدالة والتنمية مع هذه المرحلة بقلق وبنقاش دائمين، ولم ينضب أملهم ولا ثقتهم في حزبهم، ولا تراجعت عزيمتهم في الحفاظ على هوية الحزب النضالية ودفاعه عن الثوابت الجامعة للأمة المغربية وقربه من هموم المجتمع وانتظاراته، وإصرارهم على مواصلة الإصلاح وترسيخ الخيار الديمقراطي. ومن انعقاد المجلس الوطني اليوم في دورة استثنائية نودي إليها منذ ما يزيد على 3 أشهر إلا دليل آخر على هذا التفاعل الدائم مع الأحداث والمستجدات. اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات في هذه الكلمة التقديمية والتي قد تكون طويلة أن أذكر قبل أن نستمع للتقرير السياسي للأخ الأمين العام ونمر إلى الفقرة الطويلة والتي ستحتضن النقاش السياسي من طرف أعضاء المجلس، أن أثير بعض الأمور التي أعتقد أنه من واجبي أن أتطرق إليها بين يدي المجلس. لقد قام كما نعلم جميعاً وكما صار معلوماً من أدابيات هذا الحزب بالضرورة، حزب العدالة والتنمية منذ نشأته على أمور أساسية وكبيرة كانت وستبقى منارة له في مساره السياسي ومرشداً له في تقدير اختياراته ومواقفه من المستجدات والأحداث. وسأذكر ببعضها مما ييسر علي الربط ببعض القضايا الراهنة والتفاعل مع بعض المستجدات التي شغلت الرأي العام الوطني. وأولها المرجعية، حيث ينص نظامنا الأساسي على أن حزب العدالة والتنمية حزب سياسي وطني يسعى انطلاقاً من المرجعية الإسلامية وثوابت الأمة الجامعة في إطار نظام المملكة القائم على الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية الاجتماعية وفي نطاق مؤسساتها الدستورية إلى الإسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي ومزدهر ومتكافل، مغرب معتز بأصالته التاريخية ومسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة الإنسانية. وعلاقة بهذه المرجعية الراسخة نجتمع اليوم وبين أيدينا وتتردد على مسامعنا ونصب أعيننا بعض المحاولات المتكررة والتي تبوء والحمد لله في مجملها بالفشل بفضل تلقي يقظة وتصدي شجاع وحاسم من المجتمع، إلا أنه من واجبنا كحزب جعل من الدفاع عن هوية البلد وثوابته سر وجوده والهدف من نضالته أن نقوم بدورنا ونقول كلمتنا ونساهم مع مجتمعنا في التصدي لكل أشكال المس بثوابت الوطن ورموزه. وهي مناسبة لنؤكد أن إصلاح منظومة التربية والتكوين
لا يمكن أن يتم إلا في إطار الثوابت الوطنية الجامعة، وفي إطار الحفاظ على هوية المغرب كبلد مسلم، وعن رفضنا المطلق لكل ما من شأنه أن يشوش على مسار الإصلاح. وبالنظر لوعينا العميق بأهمية هذا الإصلاح على حال المغرب حالاً ومستقبلاً، فإنه من المفيد أن نكون على وعي بالهدف والمراد من مثل إثارة بعض القضايا الهامشية ومحاولة التشويش على الإصلاحات الحقيقية النافعة للوطن والمواطنين. لذا فإن مواجهتنا الواعية والمتوازنة لمثل هذه القضايا المثارة انتصاراً لمرجعية وهوية بلدنا لا يعادله إلا حرصنا على الإنجاز الإصلاحي الحقيقي وتقديرنا الكبير للتقدم في إعداد وإقرار مشروع القانون الإطار بمجلس الوزاري، وانخراطنا في أن يتبوأ إصلاح هذه المنظومة مكانته الحقيقية، باعتبار أن إصلاحها هو مفتاح كل إصلاح، وأن الارتقاء بجودتها هي أساس كل عمل تنموي حقيقي. وهي مناسبة كذلك لنعبر أيضاً في إطار هذه المرجعية عن استهجاننا ورفضنا التام لبعض المحاولات الإعلامية البئيسة التي تستهتر علناً بثوابت أمتنا وتستفز الشعور الوطني وتمس بالاحترام الواجب لمؤسسات الوطن، وتقوم بمبادرات سخيفة ظاهرها الحداثة وباطنها التخلف والإلهاء عن القضايا الحقيقية، في تصرفات بتعال واحتقار لمرجعية وثقافة المجتمع. وننبه إلى أن مثل هذه المبادرات لا تشكل أي قيمة مضافة حقيقية في النقاش المجتمعي، بقدر ما تحوره وتلهي عن المواضع المجتمعية التي من شأنها المساهمة في رفع رهان العدالة والتنمية والكرامة. وثاني هذه المرجعيات هي أن الحزب مرتبط ونابع من الشعب، وتواجده المتقدم والمعتبر في مختلف المواقع هو بإرادة الله وحسن توفيقه وعونه، ثم بفعل الإرادة الشعبية واختيار وثقة المواطنين. لذا جعل حزبنا من وفائه لهذه الإرادة ومن اهتمامه بالمسألة الاجتماعية أمراً مهماً وأولوية، ولا سيما إدماج الفئات الهشة في التنمية وضمان استفادتها من خيرات الوطن وثرواته بما يدعم الاستقرار والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة. لذا نسجل بارتياح الدعوة الملكية لمعالجة الاختلالات التي تعاني منها السياسات الاجتماعية في ظل تعدد البرامج والمبادرات والآليات والمؤسسات الاجتماعية مما يقلص نجاعتها ويضعف فاعلتها. وهي مناسبة كذلك للتأكيد على ضرورة تسريع مثل هذه المبادرات، ولا سيما تلك المتعلقة باعتماد السجل الاجتماعي الموحد بهدف تحسين استهداف الفئات المحتاجة والرفع من نجاعة وفعالية السياسة الاجتماعية ووقعها. وهي مناسبة كذلك للمطالبة القوية بضرورة التفعيل السريع لتوصيات اللجنة البرلمانية بخصوص المحروقات، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، وضبطاً لمستوى الأسعار، وتفعيلاً للمنافسة الاقتصادية السليمة. ثالثاً، لقد أطر عمل حزبنا منهج سياسي واضح مرتكز على الالتزام والشفافية والتدرج وإشراك المواطنين والمواطنات والتفاعل والتعاون مع مختلف الفاعلين. وهي مناسبة للتأكيد على أن حزب العدالة والتنمية بما يتوفر عليه وراكمه من رصيد بفضل حكمة قيادته وتفاني مناضله، عليه أن يواصل المحافظة على استقلاليته ومصداقيته مساهمة منه في الرفع من شأن الفاعل والفعل السياسي. فالرأي العام يتابع ويخزن ويقيم ويحاسب، ولا سيما وأن الساحة السياسية أصبحت في الآونة الأخيرة تشكو من الفراغ، وأصبح المجتمع يعيش أزمة تأطير حقيقية في غياب أو تغييب الأحزاب والنقابات وتبخيس عملها واستهدافها. لذا فإن الحاجة أصبحت ماسة لإطلاق دينامية سياسية جديدة وعرض سياسي قادر على تشكيل رهان جامع لعموم الأعضاء لترويجه وتعبئة الرأي العام حوله. إن دور الأحزاب السياسية
وضرورة الحفاظ على استقلالها أساسي في البناء الديمقراطي، وهو صمام أمان لضمان ممارسة رشيدة ومتوازنة لحرية التعبير ومراعاة دور ومكانة المؤسسات. لذا فإن إعادة الثقة في الفاعل السياسي والفعل السياسي هي مسؤولية الجميع، مسؤولية الدولة أولاً، وهي مسؤولية الأحزاب ومن ضمنها حزبنا، ومسؤولية المجتمع ككل، إذ لا يمكن لأي نموذج تنموي أن ينجح وينفذ إلى قلب المجتمع إلا باستعادة الثقة في العملة السياسية وبتعزيز المناخ السياسي الحر وترسيخ الاختيار الديمقراطي وتوفير شروط التنمية المستدامة. وهي مناسبة للتأكيد في الختام على أن حزب العدالة والتنمية حزب وفاء، وحزب يحترم ويوفي لحلفائه وشركائه وحتى خصومه. وهنا لا بد من التذكير والتأكيد على التحالف الاستراتيجي والفريد الذي يجمع حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية منذ سنوات، تحالف استراتيجي مبني على شراكة أساسية لدعم البناء الديمقراطي والإصلاحات بحس اجتماعي كبير يشكل قاسماً بين الحزبين. وهنا لا بد من التأكيد والتذكير على أن هذا التحالف لم يكن يوماً تحالفاً تقنياً أو تدبيرياً، ولم يركز يوماً على بعض القضايا التي قد تطرأ في كل آن، وإنما كان دائماً تحالفاً ومنذ نشأته مبنياً على مواصلة العمل المشترك بين الحزبين بما يؤدي إلى تعزيز المكتسبات ومواصلة البناء الديمقراطي ومتابعة إنجاز الأوراش الإصلاحية والتصدي المشترك لكل مظاهر التحكم وأشكاله وكل محاولات النقوص عن المكتسبات التي تحققت منذ الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 وما تبعه من محطات وتطورات سياسية. وهذا منطوق أول بيان للقاء التنسيقي الذي انعقد في 16 أبريل 2016، وهي نفس العبارات التي استعملها بيان اللقاء التشاوري الثاني المنعقد يوم الاثنين 7 ماي 2018، والذي جدد التأكيد على تعزيز وتقوية التنسيق والتفاعل بين الحزبين في أفق المزيد من الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية. هذا الاجتماع الثاني الذي جاء بعدما خص المجلس الوطني في دورته العادية في يناير الماضي حزب التقدم والاشتراكية بالتحية على إسهامه في الوطني في تثبيت مسار البناء الديمقراطي، ودعا الأمانة العامة إلى تفعيل مقتضيات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الحزبين. لذا فإن الحفاظ على هذا التحالف وتجاوز ما قد يعترضه من صعوبات أو ما قد يتعرض له من هزات تقنية وتدبيرية هو مسؤوليتنا جميعاً لما فيه مصلحة الوطن. أيها الإخوة والأخوات، لا يمكن أن أختم هذه الكلمة دون الإشارة إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه جزء من عالمنا العربي والإسلامي، لا سيما ونحن تطالعنا في مستهل سنة هجرية جديدة وفي أشهر حرم، أخبار المسار المقلق الذي أدى إلى إصدار أحكام بالإعدام بالجملة في حق زمرة من خيرة أبناء الوطن الواحد من علماء وفاعلات سياسية وحقوقية ومجتمعية، وهي مناسبة لندعو من منطق الأخوة والحرص على الوحدة والاستقرار إلى تغليب العقل والمصلحة العليا الجامعة وتوقيف هذا المسار الهدام وإعمال قيم الإسلام التي تجمع بين أبناء الأمة ولا تفرق، ومن ضمنها الأخوة والتسامح والتعايش والتعاون وتجنب توسيع الجراح والتوجه نحو المستقبل والاستفادة من نماذج لدول شقيقة نماذج ناجحة للاستقرار بنيت على الإدماج المنتج لكل طاقات الوطن الواحد وتجنبت الإقصاء والاستئصال. أيها الإخوة والأخوات، أمام كل هذه التحديات وغيرها، فإن مجلس مكانة المجلس الوطني كعلى هيئة تقريرية بالحزب باعتبار ما أوكله إليه النظام الأساسي من مكانة مهمة في قيادة وتوجيه شؤون الحزب وجعله فضاء لاحتضان النقاش السياسي والحزب، ولا سيما من خلال تقويم أداء الحزب
لا بد أن يقوم بدوره كاملاً للدفع بكل مسؤول ومناضل الحزب لمواصلة العمل والاجتهاد والنضال للحفاظ على رصيده ودوره الأساسي والهام في بناء الوطن وللدفاع عن المصالح العليا للوطن والمواطنين. ومن هنا من الواجب علينا جميعاً أن نساهم بفعالية ومسؤولية بما يجعل مؤسسة المجلس الوطني تطلع بمهامها على الوجه الأمثل في تعزيز مكانة الحزب ورمزيته ومصداقيته واقتراح الأفكار والمبادرات التي من شأنها تطوير أدائه. من الواجب علينا أن نساهم بقوة وإيجابية لكي تشكل هذه الدورة الاستثنائية دفعة قوية ومحطة رافعة لكي يستجمع الحزب كامل قواه ويواصل عمله بجد ومسيرته ودوره بعزم في زرع الأمل واقتراح المبادرات الإيجابية ومحاربة اليأس والتبخيس والتئيس ليبقى المغرب بلداً رائداً ونموذجاً مستقراً ناجحاً بحول الله. لكل هذا علينا أن نستجمع قواتنا وإمكانياتنا كجسد واحد لنثبت لكل من يأمل فينا ويتطلع إلينا وللجميع أن العدالة والتنمية الذي يعرفون سيستمر بحول الله، سيستمر في الدفاع عن الثوابت الجامعة للأمة المغربية، سيستمر في قربه من المواطنين ووفائه لوعوده من مختلف مواقعه، سيستمر في زرع الأمل والمساهمة في الإصلاح والاستقرار، سيستمر في الوفاء لحلفائه، سيستمر في مواصلة الوقوف في وجه الفساد والاستبداد، وسيستمر في دعم ومناصرة قضايا الشعوب المستضعفة والقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.